مكتبة نوفية، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. أمي الحبيبة الغالية، خالتي العزيزة، خالتي مدام، جدتي الحنونة، عمتي الأنيقة، دخول بضاعة في الكهرباء جديدة. كبداية خالتي مدام، شوفي، محلاتنا متواجدة في مدينة عين مليلة. كي تقولي لي عين مليلة وين جات؟ عين مليلة خالتي مدام جاية في ولاية أم البواقي، يعني في 04. حنا رانا تقريب قراب لولاية باتنا وقراب لولاية قسنطينة، يعني كي تجي على قسنطينة قريبة، كي تجي على باتنا قريبة. كي تجي من أم بواقي هاي باينة باللي في ولايتنا بعد. أمهاتي محلاتنا متواجدة في مدينة عملية، بالضبط مقابلين بازار علي بابا. نروحو دروكا نبداو بالأشياء الجديدة. شوفي، وفرنا لك فريتاز، أسبيراتور، كاين روبوات صغيرة وروبوات كبيرة. نبداو على بركة الله. اليوم وفرنا لكم أسبيراتور ملتي سمارت، خمت مليح ودرست، دارت لنا المرة الأولى أسبيراتور صغيرة، ودارت لنا المحمولة الخفيفة هذيك 970. في اليوم وفرت لنا حاجة عملاقة، ربي يبارك، يعني ما شاء الله. كيما راك تشوفي ملتي سمارت، خدمت لنا أسبيراتور بمواصفات عالمية، حاجة قوية ومليحة، يجعل الحياة ذكية مع ملتي سمارت. قوة شفط عالية، سهولة التشغيل، التنظيف العميق، انخفاض مستوى الضجيج، يعني مديش تحس بزاف، يعني حاجة مليحة. السعر تاعها، يعني كي نجيو نفسوها بومان مثلا ولا بروانتا، دوك يديروا 3 ملايين 4 ملايين، هذه لا، هذه السعر تاعها 1780 ألف، يعني ربي يبارك، قوة كبيرة وماكينة كبيرة ب 1780 ألف، بالإضافة إلى أقل حجم اللي هي هذه. هذه خالتي العزيزة، يعني حتى هي ماكينة قوية، ملتي سمارت، يعني كامل حويجاتها، ربي يبارك ما شاء الله. عندك هذه أيضا دير 1950 ألف، وعندنا 1250، وعندنا 1150. هذه بالنسبة للأسبيراتور اللي عندنا. وأي أم ولا خالة حابة تجي هنايا نشرحه لها بربي إن شاء الله. الفيديو القادم راح يكون سبيسيال، شرح مفصل لكل الماكينات اللي عندنا بإذن الله. دوكا نعطي لكم كلش، والخطرة الجاية نفصلوه. عندنا الفريتاز، فريتاز الحمد لله السعر تاعها طاح، ملي كان دير 2 ملايين و700 800، اليوم راهم يديروا 1800 و1700 و1900 حتى ل 1200، الحمد لله، ماذا بينا تزيد تهبط اكثر واكثر. شوفي خالتي مدام، هذه الصغيره اللي فيها 4 طرات و0.2، سما تقريبا قولي 4 طرات ونص، السعر تاعها 1800 اليوم و1200، سما بيان. عندك هذا ثانيتك مازال ما درناهمش الاسعار تاعها، كان فيهم ديجيتال وكاين فيه من نورمال، بمعنى عندك تمشي بالبوطون وعندك تمشي بالديجيتال، هما كيف كيف، وحده داروها بوطون وحده داروها ديجيتال، على وحده كل وحده واش تحب. كاينه كيما هذه ثانيه ربي يبارك، يعني ما شاء الله ديجيتال، كيف كيف هذه ديجيتال، هذه ديجيتال، يعني اشياء جد رائعه وجميله متوفره في محلاتنا. واش زدنا وفرنا لك؟ وفرنا لك خاتي مدام الماكينه لترحيل الحوايج اليابسه، ميتي سمارت، يعني ميتي سمارت هذه ماركه جزائريه 100%، يعني ربي يبارك ما شاء الله، من يعني الاشياء تاعها كامله مليحه. زدنا وفرنا لك الكوكوطا ميتي سمارت، هذيك عندنا بولوار ثاني ميتي سمارت. زدنا وفرنا لك باتير ميتي سمارت، يعني تقريبا كامل حوايجها كاينين. هذا الباتير يعني ربي يبارك ما شاء الله، خدمناه من قبل، يعني حاجه مليحه. زيد زدنا وفرنا لك الروبو كيف كيف ملتي سمارت البصلة، عندنا فيه نوعين مختلفين. زدنا وفرنا لك هذا الروبو جديد، هكذا المرسيدس هذا. زيد واش كاين حاجة جديدة؟ كوكوت مينيت أيضا، تجيب لك كاس ملتي سمارت، هاديك إنوكس تاعها للمعلومة فقط، ودي زويد ديس 18 10، هنا في الكرتون، ومن بعد تلقاها ثاني مطبوعة، يعني أشياء في الكهرباء جديدة. بالإضافة إلى لي موديل اللي عندنا، زدنا وفرنا بيترا بروفيكوك الصغيرة وبروفيكوك الكبيرة، ماكينة عصير القهوة في البروفيكوك في الدوريجين كاينة، عندنا بيترا بومان 1300 واط دوبل كروشي، يعني مليحة بزاف. كتقولي لي عائلة صغيرة راح تساعدك بزاف خالتي مدام، وتعجن لك العجين. زيد واش عندنا أيضا؟ يعني وكاين بزاف حوايج خالتي مدام، والله كل ما نجي ندير لكم فيديو ندوخ، ما نلقاوش نعت لكم، يعني كاين بزاف حوايج. ان شاء الله يا ربي في قادم الايام نعاودوا نبدلوا شويه السيستم، نديروا لكم فيديوهات شرح تفصيلي لكل حاجه، نحاولوا ننصحوكم الحاجه اللي يكون عندنا معلومه عليها، وكما يقولوا وحاجه مليحه مليحه مش مليحه مش مليحه، يعني هذه باش نكونوا صراحة مع بعضنا، تكون الصراحه التامه باذن الله. نحاولوا الماكسيموم نعطيكم دائما الجديد في، يعني على كل حال مازال نزيدو نجيبو سلعه، والسلعه
على حساب ما انا نسمعو، اي تمشي وتهبط الساعه طالعه ساعه هابطه كل دقيقه. كيفاه؟ كاين حوايج شريناهم من قبل قلس وما لقيناهم زادوا، وكاين حوايج لقيناهم حنا شريناهم غاليين من الخطره هذه لقيناهم طاحوا في السومه. وبربي ان شاء الله تزيد تهبط السلعه ان شاء الله قبل سيدنا رمضان. امهات الحبيبات الغاليات العزيزات، شكرا على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.